احنا الاخوان عند حسن. كاين اخويا حسن الجديد ياك، كاين شي حاجه جديده غادي نتولعوا كما العاده، واللي بغى شي حاجه مرحبا. حسن خويا الميرا ومداو 06 69 12 60 91. هاي النمره ديال خويا حسن. كيف تنقولوا الخوت ديما واتساب، هذه النمره ديال الواتساب، بغيت نعطيكم النمره بروفيسيونيل نعطيها لكم ديال ابل، هذه الواتساب كتسهل عندنا غير سكرين شي حاجه تواصل معك في الواتساب. اتمنى غادي نشوفوهم، غادي نشوفوا اللي دخل الجديد ونتولعوا كاملين ومرحبا بالجميع. باش نبداو خويا حسن، كاين تبارك الله الجديد، اللهم بارك اللي يعجبك الخير. ايوا اللهم بارك، نبداو هنايا. حسن نبداو هنا النوع ديال الهوش. النوع الاول هذا البواسون سميتو بواسون كيسينغ. بواسون كيسينغ، هذا كيسينغ بالوني، سمكة نادرة وإذا الله سبحانه وتعالى جات. وهاد الماركة ديال معروفة كتكوبلو كتولد بزاف، والناس كاملة راه كيعرفوا الشقة ديالها كيفاش يتلاصقوا بلا بوش وكيبقاو يرقصوا. الثمن الوحدة أنا؟ خويا غنديروا لهم ثمن مناسب 80 درهم. 80 درهم هادو ديال 200 درهم 80 درهم لاطاي، اللهم بارك. الله يبارك على المشكل ديالهم. السمكة البشوشة اللي معروفة بالضحكة ديالها، وسبحان الله العظيم الناس راه كاع اللي بغى يبحث عليها ديال بواسون كيسينغ ويبحث عليها باش يعرف على المعلومات أكثر. ندوزو النوع الآخر هنا حسن. سير على بركة الله. هنا عندنا بواسون غورامي. غورامي هو هذا غورامي، تتسمى غورامي بيرلي، الألوان ديالو الزاهية وتيكون منقط بحال هكا. لي مال هما اللي فيهم لو روج اللي تحت بزاف فرونسي بحال هذا اللي هنا، الله يرحم له، هذا تيكون مال، ولي فامير تيكونوا باهتين عليهم شويه بحال هذا اللي هنا. هذا ساهل باش تفرق بينهم، ساهلين باش تفرقوا وتيكونوا حتى بلي ماجوار، لي ماجوار تاهما تيبان. هنايا غرامي شحال الثمن؟ هو الغرامي بيرلي غنديروا ليه 40 درهم. 40 درهم الثمن ديال الاخوه. وكاين هذا النوع الاخر هنا؟ عندنا هذا النوع معاه هذاك لي بواسون نيتوايور. هادو الناس اللي كيتشكاو من اللي دي شي ديال الحوت، يتشكاو من الكرافي الحجر الوسخ اللي تيكون تما، هادو ما تيخليوش. عندنا فيهم تما جوج ماركات، عندنا تيقولوا ليه باكستاني، وعندنا الاخر ري. راه ولا لاحظتو مزيان باكستاني راه هو اللي تيكون الفوق، راه هو الفوق اخويا الياس راه كيتجمع. تيكون فيه خطوطه اوفال بحال هكا، والاخر تيكون مشرف. هادو الثمن الواحد خويا، هذوك الثمن ديالهم المناسب تما غنديروا لهم 40 درهم. 40 درهم عرضوا شي تباعوا 120 100، حنا الثمن ديال الاخوه راه عارفين، والجديد ديما الجديد باذن الله سبحانه وتعالى. هذا هو النوع الاخر ياك حسن؟ عندنا هذا النوع هذا تا هو من بواسون نيتوايور، هادو كوريدوراس، وهادو راه كاينين فيهم لي مال ولي فوميل، وراه فيهم شي بياسات معمرين تبارك الله. راه الله الله الله. ندوزو هنا، ندوزو النوع هذا خويا حسن، هذا ديزيني زوني. الله يبارك، ها هو الشكل ديالو. والحمد لله بالنسبه لهاد لاريفاج راه كيف ما بقى معنا خويا الياس، يلاه جبناه، باقي كاع ما طلق الكولور ديالو، الحوت باقي مستريسي والحمد لله شو كيطلق اللون الجمالي ديالو، يعني غيزيد يرتاح مزيان كيطلق هذاك لوغوش في لي زوغاي مزيان، وكيمشي اون كرو اون ميم طون. يلاه كيوصلوا اليوم خويا حسن، انا راه يلاه كملنا غادي من ورا العصر، يلاه كملنا طلقنا. هنا الثمن بياسه خويا هذا غنحسبوا لهم 70 درهم. 70 درهم الثمن ديالو. وكاين هذا النوع الاخر، هذا غوست فيش. الله يرحم الوالدين خويا الياس. تيقولوا لي غوست فيش باللونجلي، وتيقولوا لي بواسون لابليم بالفرنسي، هو على شكل ريشه وسبحان الله العظيم في الشكل ديالو عجيب. اللون ديالو الله يبارك. هذا حسن الثمن الواحد؟ خويا هادو تما غنديروا لهم 70 درهم. 70 درهم كيبقى الواحد. ثمن مناسب وسبحانك يا جليل. خلق الله راه الوينات شكيل كيعيش مع الحوت كامل، تيضريف ما كيضربش الحوت، يقد يعيش مع البيبي مع البلاتي مع اي حاجه، مع جميع انواع الحوت ماشي مشكل. او شي بغي شي ديكور زوين بحال هكا فين يتخبع مره تيبغي يتخبع فيه. الله يبارك. ونشوفوا ندوزو نكملو هنا. هنا حسن، هنا عندنا تيتراغوش. تيتراغوش ليان ديال صحاب تيتراغوش، راه كاين تيتراغوش قدامي في هذا الحجم هذا. نعم الثمن هنايا غنديروا لها 15 درهم.
يعني كمان جد معتبر بحال تيتراغول بحال طاني جد معتبر هادي والله الا ديال الفورنيسور الكلمه ديالو والسيد الله يعمرها دار ديما كيتهلا فينا والله يسهل عليه في هاد النار وتحياتي لخويا سمير والناس ديال سلا اخوان تولى الله يبارك انا حسن عندنا خويا هنا بلا راس سميتو الكسيفو واسوكسيفو البينو صح هذا هو اللي كانوا سولوا عليه الناس ديك النار لقاو التقاده دغيا الحمد لله جاو فيه تخوا كولو لو روج روج بلون والله اخر العادي الناس اللي باغا تخدم شي سلعه يلاه كتدخل جديده من برا راه هي هذه هنا الثمن احسن هو غنديروا لهم 20 درهم 20 درهم 20 درهم ثمن مناسب دوزو هنا اخويا حسن هنا الباربي هنا العشاق الباربي الناس اللي ما كانش الباربي وتقادلين الحمد لله جبناه على قبلكم عاوتاني كيف هاد لاطاي هذا هاد لاطاي شويه صغيره والثمن 15 درهم ثمن زوين هذا باش زوين تيكبر عندك تقدر ديرو مع شي بواسون بحال كيبي مولي تيكون صغير كيولف معاهم الا خديتي النبل ولا شويه كبير تيكون شويه قبيح ندوزو الانواع اخرين هنا حسن ندوزو الانواع اخرين كيف تنقولو هادو راه كيعجبو شوم على الحوت كامل هذا موديل جديد سميتو الرامن 6 سيامن 6 هذا من فصيله ديال السيكليدي السيكليدي الظريف هذه قد يعيش مع الباربي قد يعيش مع الاسماك كامله وتبارك الله باش معروف راه باقي الكولور ديالو ما تلقاوش ماشي هو هذا الكولور ديالو الكولور ديالو الفري كيطلق لون فونسي على هذا هذا الثمن واحد اخويا هذا الثمن ديالو غنديروا ليه 40 درهم 40 درهم 40 درهم حنا درنا الثمن ديال 40 درهم حددناه باش يبانوا الاسماك بعضياتهم متقاربين باش الناس كاملين يعرفوا الثمن راه موحد وقريب ندوزو هنا حسن ندوزو هنا العشاق البيرانيا الناس اللي عزيز عليهم الاسماك القبيحه هذه هي البيرانيا الكارنيفور راه هي بالسنينات ديالها اي حاجه تعطيها لها تاكلها وهي من الاحسن تطرب بالراسه ولا مع شي حوش قبيح بزاف المشكل ديالها كاينه في هاد لاطاي هادي في لاطاي صغيره الحجم هذا شحال اخويا الثمن ديال هاد البيراني غنديروا ليه 70 درهم 70 درهم من الاحسن كما قلتي تعيش راسها من الاحسن الراسه حيت هي شويه كارنيفور قبيح راه مع بعضياتها الا ما كلاش كتضرب بعضياتها الله يبارك وراه معروفه باش انها كارنيفور راه كيكونوا في هذيك النقاط بحال اللي كيضويو هما بحال البولات تيشعلوا في الجناب ديالهم عارف لي سبيس تيكونوا تيضويو وراه الفم ديالها الا قربتي لها الياس مزيان يبان لك السنان ديالها راه خارجين من الفوق ندوزو هنا البواسون شا هنا ندوزو البواسون شا ريد كات هاد الموديل زوين وسمكه نادره تقريبا راه من كورونا دابا ما بقاش دخلات هاد لي سبيس هذا سبيس زوين ما شاء الله فهاد لاطاي حسن شحال تمن؟ هادي خويا غنديرو لها 100 درهم 100 درهم هادي شويه قليله ولكن تستاهل كثر هادي تقد تعيش مع البيرانا ماشي مشكل علاش هي قبيحه بزاف راه كتكبر بزاف راه كنا وريناها في الفيديوهات السابقين واحده كبيره كنا الله يرحم الوالدين عاد تكبر بزاف كتكبر عاد كتشد كتشد حسن نهار سبحان الله كله كيكبر كيبان قد ما تهلا يشفاه قد ما كتزيد بحال الراجل ملي تيبدا يتكبر تبارك الله راه كيزيد الجماليه ديالو انا قلنا 100 درهم هادو 100 درهم هادو ندوزو هنا انا الخوت زوينين عشاق تيترا نوار تيترا نوار مناش ما دخلاتش هي جات كاينه في هاد لاطاي هادا لاطاي زوينه الثمن ديال هذا حسن هو 20 درهم 20 درهم الثمن زوين هادي التيترا الاصليه معروفه هادي الاولى اللي كانت ومن بعد داو شي هاد الجنون الاخرين هادي اللي كانت تجي هاد الجنون الاخرين بالالوان الاخرى ندوزو هنايا باقي عندنا واحد الاس بيس شوفوهم ندوزو لهاد النوع الاخر اخويا حسن انا خويا الياس عندنا بواسون تا هو من لي بواسون نيتوايور و تا هما راه تيوصلو عليه الناس تبارك الله بزاف الكيلي السمية ديالو الكيلي بحال شي الشكل ديال شي سيربو وفي هذاك لو كولور بالغوش راه سبحان الله العظيم راه عجيب وكيني طوي 100% هادو حسن الثمن ديالهم خويا هذاك الكيلي غنديروا لهم 30 درهم 30 درهم هنا ثمن جد معتبر اللهم داخل راه الناس يسولوا عليه الاكثر يعني هادو الناس اللي تيديروا هاد لا كوموند غيشوفوا داك الشيء غادي يقول لي خلي 6 خلي 10 راه الحمد لله كاين الكونتيتي هنا اخويا عندنا هنا هاد الفصيله ديال النيو ولكن هو السميه الحقيقيه ديالو تيقولوا لي لوكاردينال
هذوك لو كوردينال تيكون غوج من التحت من الافان حتى لافان. والسمكه راه معروف هادو الناس عشاق الديسكيز، هذاك يعيش مع الديسكيز. هاد السمكه هادي ظريفه على النيه وشويه، وهادي الحمد لله كذب على الله حرام. جبتها لا كومون على قبل واحد الكليان ها هو راه معانا والله العظيم، قلت لي جبت 200 بياسه ومسكين قال لي غنخلي لك 100 الكليان ديالك وغندي 100 ديالي. ها هو راه معانا، ها الكليان ديالنا راه الله يلا على قبلو هاد لا كومون. واللي بغى من خلال هاد الباب هذا اللي بغى اي حوته يجبدها في الانترنت والسيكتاريين دير لي لا كومون بلا عربون بلا والو. هذا راه والله الا ديالو كان يديهم كاملين. قلت له عندي شي كليان ساكن تما راه عندهم ديسكيز، قال لي خلي ليهم بيا. لا خلات انا ولا الاخوان غادي يديهم، ما خلاش يديهم كاع. الله حرام راه هو جا لهم على قبله. هنا الثمن حسن خويا غندير لهم ثمن جد معتبر 15 درهم. 15 درهم لا غلا عليك يا مسكين. الله يسخر لكم الوليعيه، الله يرزقكم بهذا الخير هذا. وكاين هادو بحال اللي شفنا طاي صغيره. هادو فصيله ديال الكورامي. ديال الكورامي هادو صغار. هاد لاطاي هادي حسن شحال؟ قرب لها شويه الياس راه غيبان لك فيها شي حموريه زوينه. عرفت غتطلق الكولور ديالها راه باقي يلاه شيه راه مديرها دابا نوريها لهم درت شي حدا الباب عندي التصويره ديالها عجبتني كنت نجيبها. هاد لاطاي هادي حسن الثمن ديالها؟ خويا هادو غنديروا لهم ثمن زوين 30 درهم. 30 درهم؟ 30 درهم. هنا خويا الياس عندنا لي بلاتي وعندنا لي مولي. كاين شي واحد الرحامين. كاينين معمرين هنا بلاتي والمولي شي اسبيس زوين بلاتي معمرين كاع تبارك الله بزاف. والثمن ديالهم راه ثمن زوين جد مناسب 20 درهم. 20 درهم بلاتي المولي 20 درهم ثمن جد معتبر. الاوسكار مازال فيه شي حاجه. الاوسكار عندنا الاوسكار عمار الدار غنديرو لهم واحد الثمن شوف 1000 ريال اوسكار. يلاه اللي بغى الاوسكار 1000 ريال هاو مربي كان 70 صافي اليوم 1000 ريال درم. الله يسخر الجميع. اللوينات باقي فيه اللوينات كاين النوار هذا كامل وكاين هذا اللوين هذا النوار والاحمر. انا 50 درهم يعزل واحد اللي بغى حسن يعزل اللي بغى. الله يبارك. ها هو محمد يدير التجربه ديالو من هو دار شي فيديو مع خا الياس. هذا محمد الحوت ديال الواد. دونغيزيا. خوار خوار باقي خير ما خوار زين زين اللي بغات الحوت هذا كاين عسل. اللي بغاه بحال هاد البومبيزي راه كيجيبها محمد. ها هو محمد هادي باش يعرفون الناس راه ما كنتعداوش على الحوت. هادي سبحان الله ديال الواد شكون الواد كنجيبوها للحوت. نشوفو كلها شوف شوية كاملة باش تشوف. هادي اللي بغا يتهلا في الحوت يعطيه شي ماكلة ناتشي غير شوف شوف كيدير ولا شوف 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 هذاك كنا جبنا على قبل هذاك الفلاور نيش ها هما رقناهم معاها وما بغاش ياكل تيبغي ياكل شي حاجه اللي ناتيغيل كنجيبو ليه الدومبيزيا باش يبقى في الصحه ديالو جيده. وتحياتي للناس طنجه هذا راه مبيوع راه خداه كيف تصور في هذاك الفيديو. الله يسخر المولاه والله يوصلوا ليه على خير يا مازال كوبلا غادي نشوفوها. عندنا باقي كوبلا وعندنا شي سيكلي اللي توا جا جديد. والله يبارك السيكليدي فهاد لاطاي هذا عشاق السيكليدي الناس ديال وجده وطنجه ما غيخليوش هاد الشيء ان شاء الله. الثمن هادو حسن خويا هاد السيكليدي غنديرو لهم واحد الثمن جد معتبر 60 درهم على البداية 60 درهم والله يسخر لهم فيهم لي طاي فيهم لي مال لي فوميل. وقلنا الكوبلا هاي ديال الفلاور راهي عادية مع السيكليدي كتعيش وحدها. لا غادي هو الفوميل ديالو الحمد لله راه تجاوزو راه كيعوموا بعضياتهم عادي. الكوبلا هنا شحال حسن؟ خويا هذيك ديال الفلاور خليناها ب 1000 درهم. 1000 درهم الكوبلا؟ الكوبلا هذيك ها الكوبلا. والسيكلي هذيك كما قلنا راه فيه هاد لاطاي هذي فيه لوينات زوينين. انا الاخوان السوق راه سد كامل باش تصوروا لكم. الله يلا على قبلكم شو مسكين الياس وقسموا بالله تيبقى تيتعاون معنا باش نديروا الفيديو للمشاهدين هما الاولين. يلا جات السلعه احنا ما بغيتش نبيعو تتشوفوها نتوما علاش باش نديرو العدل ما بين الناس ما يقولش كذا حقا بعتيها ولا هادي. اللي شاف شي حاجه الاول الله يسخر الاول اللي عزل اللي فيها. وشنو باقي الياس
باقي لينا نشوفوا الكومبات ولا جوج جداد. الله يعطيك الصحة. الله يبارك. أنا نتولاو فيهم أخويا حسن. الله يبارك. عشاق كومبات الله يبارك. راه مازال كاين العدد فيهم حسن، حنا جبدنا شي حاجة قليلة باش نوريو للإخوان. ومازال فيهم العدد اللي بغاهم. الحمد لله خير بسم الله شوف هنا حسب الثمن ديال الكومباطو درنا لهم 80 درهم. هذا اكبر طاي، لا طاي ديال هذو اللي كنا تنبيعو 130 120. حنا بغيناش نزيدو على الناس، بغينا الناس تدي السلعه الله يسخر لها. هاد الحاجه 80 درهم الله يبارك. صافا قسم هذا العدد اللي بغا. كما قلنا اللي غيجي من الاولين السلعه الجديده. هذا السلعه الجديده فرشيه صغيره وما تحقروهاش. اللهم بارك حسك غير الكره. انا غير ليمار. غير ليمار ليمار، ولكن راه شي كولوراج ما شاء الله. يعني قد انسان انا واحد بلاك، شو سبحان الله العظيم، هذا نوار بلاك ري. يعني كاين شي كولوراج هنا ولا غيجي يقلب على رزقه. ايوا اللي بغى نعزلو راه هو كري، هذا كري المهم كاينين اللوينات. اللوينات بزاف اللي جا دار رزقه اللي بغى راه نعزلو ليه. كيف قال لكم محمد، ها هو راه يلاه جا من السفر رايت الله في الناس. اللهم بارك ما شاء الله. كاين اللوينات كثار كما قلنا، اللي غيجي من اللوين غيعزل اللي بغا. اه نعم الله اكبر ما شاء الله. هادو لي فوال ديالهم شويه كبار بزاف، فوالين والفلاطاي ديالهم الحمد لله لاطاي زوين. ايوا هذا تولاو الاخوان، هذا الاخوان تولاو. الله يبارك كترتي عارف كتطلق لا كولور الفري ديالها، كتطلق لي فوال ديالها بحال دابا هذيك اللي في اللون الاحمر اللي كره مضوي. يعني الله اكبر الله اكبر. والله ما كنبغي ندير الفرق ما بين الناس، كنبغي كلشي يتمتع لي مكتب لي الله شي حاجه الله يسخر ليه فيها. هذا تا هو الوي الله ترى لا اله الا الله. راه كاين شي بياسات راه ما شاء الله. خوتي الزوينين نلقاكم مع الصباح سابقين لي غدا كلشي يجوب على حسن. اه غدا كلشي يجوب على ما يحلو معايا الميدو. شوفوا داك الاخر حسن هنا الله يبارك. هذا هنايا راه تبارك الله هاد لاراس هادي ديال بلاد اخرى. حنا الحمد لله كل مره كننوعوا من البلاد. حتى شو سبحان الله راه في واحد الكولور ماشي عارف. هذا هذا فيه النوار والكري. النوار والكري ما شاء الله ما شاء الله. ويلات الله يبارك. ها لا خوتي
اللي بغى الخير يجي عندنا يتولع، واللي بغى شي حاجه قسمه بالله تنعزل ليه بحال الذوق ديالو. اللي بغى شي حاجه يقول لي اخويا حسن ما شاء الله شو شو هذا فائدة. يلا شي مرضي الوالدين شي دري صغير هذا ان شاء الله فيه. وشوف اخوتي اول واحد غيشوف الفيديو وغينزل كومونتير هو الاول عنده كومباتو اللي عجبو يعزلو غراتوي من عندي غراتوي من عندي حتى كنمشي مدينه اخرى بعيده ونزل كومونتير هو الاول اول كومونتير يقول لي اخويا انا نزلت اول كومونتير كان وعدك بكومباتو غيبان بالوقت غيبان لينا هو الاول مقيد صافي غتكلف ليا بخا الياس عطيه واحد ديالو الله يسخر ليه اخشريين واحد الدري مسكين راه كان تيقول لنا انا الاول كومونتير هذاك حتى هو غنتعاملوا معاه هما دابا بداو كيرتاحوا دوك كييجوا غيبداو يرتاحوا غيبداو يطلقوا الكولور ديالهم راه لا اله الا الله عرفتش كيزيد مزيان اكثريا اللي عطاه الماكله الا مشى تاكله كيخرج الكولور ديالو اكثر ما يبان هذا الله يبارك صافي فوالي فوالي كومباتو هالف مول باتافلاي ساموراي تحياتي لخو الزوين حسن خويا عاودنا النيرو ديالك هي الاولى خويا 06-69-12-60-91 هاي النيرو ديال خويا حسن وكيما قلنا اللي جا الاول غيعزل كيما بغاك خويا حسن مرحبا بالنسبة لي فريزو محمد محمد تعال خويا عطينا النيرو يبغى نطوي شي في شي اكواريوم شي حاجه كاينش المشكل ياك النميره هي هذيك اي معلو اي لعبه غير نسيفطو والله ما يسر خويا حسن تحيه لكم كاملين والله ما يسر فهمهم يسار جميع المدن كما العاده خويا حسن جميع المدن اي حاجه الحمد لله قبل ما نجيبو الضريفه خرج كاع الناس اللي بغاو الكوموندات ديالهم سيفطناهم اليوم الحمد لله راه كيدعوا معنا الله يجازيهم بخير والله ما يسر خويا حسن تحيه